صلى الله عليه وسلم يتأكد نعم أن دمنا ما بيروح نعم صارنا بناخذه نعم اليوم ولا باكر ما بنسمح والله إلا واحد من عيالنا اللي يدبر إلا دبر في مثل عربي يقولون حق العربي يقولون له ليش خدت ثارك استعجلت قال صبرت 40 سنة فنحن عندنا صبر نعم لكن ما بننسى نعم لا اللي بياخذ واحد من عيالنا ترانا مطالبين فيه لليوم الدين نعم الله يرفعنا معنوياتنا شيوخنا ووقفوا ويانا والحمد لله نحن مدربنا ونشكرا ان دم ولدنا ما راح وكفايه طال عمرك وجودك ويانا ووجود الشيخ سعود ووجود الشيخ سعد يوميا ويانا والله يخليكم ان شاء الله وطول عمركم الله يرحمه ما يتذكرني القصه يا اخوان في سنه من السنين في اخر 1800 الخليفه طلب فزع من زايد الاول نعم وطرشنهم حسب الاقوال التاريخ اللي موثق عند الانجليز حوالي 1200 ريال شوف التاريخ يعيد نفسه وكانوا متوقعين هم هجوم من الشرقيه المنطقه الشرقيه واقبلت عليهم السفن بالريال اللي فيها واقبلت عليهم الصبح وعليهم ضبابه في البحرين يوم اقبلت السفن ما عرفوا هذه السفن المهاجمه ولا صديقه السفن فازعه فاول ما ظهرت من الضباب وبانت رموها بالمدفعيه كان قائد الحمله واحد من الاهل مقتول فجرح 7 أو 8 اشخاص وذبحوا 2 في المركب اللي جاه الرمي وهو كان في مقدمة السفن القائد قالوا له قال عمرك ذبحوا 2 ويرحوا 7 و8 قال اللي يرحوا حطوهم على السطح أما اللي ذبحوا حطوهم في الخند على أساس ما ننحرج بين البحرين يوميا هذا الكلام اللي نسمعه منكم مو بغريبة تراه مخلص الله يطول عمرك الله يحفظكم ان شاء الله لا يكون مكروه ويعلمكم ان شاء الله بالعز والفرح والصحه والامان انتم كلكم عظم ركبه الله يحفظكم ويحفظ اولادنا ان شاء الله امين 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 امين